اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. النهارده حلقتنا بسيطه وسهله واكله ام دايما فيها الجديد والتغيير. عايز اعمل لحضراتكم النهارده الارنبيط بيتزا. الاطفال بياكلوا الارنبيط مقلي، ساعات ياكلوه مثلا كريسبي، فخلونا نستخدم الارنبيط كمان بطريقه بسيطه لعمل البيتزا، والاطفال بيحبوا اكله البيتزا وخاصه هم راجعين من المدارس. المفاجاه كمان معانا فراخ النهارده هنعملها بالكريمه والزيتون. الوايت صوص بتاع الدجاج بيبقى لطيف وجميل مع الزيتون مع الزعتر، بالتاكيد الطعم هيكون مختلف. اما المفاجاه النهارده معانا السبانخ مع قدوم الشتاء وخير الشتاء والخضروات في الشتاء، هنعملها النهارده برده سلطه بدبس الرمان لطيف وجميلة، هتاخد زيت زيتون وحامض. يعني مطبخنا النهاردة فيه شوية شياكة، بساطة مش مكلف، ولكن فيه أفكار لطيفة وحلوة هتعجب الصغير والكبير. مش عايز أطول حضراتكم، لون السبانخ على الشاشة بصراحة لطيف وجميل وبيقول للشتاء أهلا بيك وأهلا بقدومك. هناخد بعضينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل أو أطرحوا لي ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. معانا الأرنبيط، شفنا طبعا الصورة الجمالية الصورة اللطيفة، خضروات من خير أرضنا، مطبخك رايق وزي الفل. الماتيريال الموجود في أي مطبخ في أي بيت تقدر تجيبيه، ولكن الفكر الطهوي وإنك تنوعي من السفرة وتنوعي من الأكل بتاعك وتقدميه بطريقة جديدة، هي دي الشطارة يا ست الكل بدون ما تكلفي. تعالوا شوفوا الأرنبيط ده هنعمله النهاردة بأفكار جديدة إزاي. هنعمله على شكل البيتزا. الأرنبيط مقلي وبنحبه قوي، انا شخصيا بحبه مقلي بخلطه كده عملتها لحضراتكم، وهنعمله تاني مع بعض لان الأرنبيط بغرق السوق. معانا أرنبيط ومعانا زيتون اخضر مع الأرنبيط ده، مش هنحط الزيتون الاسود. ومعانا عجينه البيتزا اللي هي مقاديرها المعتاد، كوبايتين دقيق انتوا شطار في عمايلها، مع كوبايه زبادي ماده دهنيه زيت زبده زي ما انت عايزه، وشويه الميه الدافيين والخميره ومعلقه السكر. ده بالنسبه لعجينه البيتزا. اما الارنبيط هيتعمل بيتزا ازاي، الكلام ده والتفاصيل هنشوفها مع بعض. طبعا ممكن تضيفي بعض الحاجات اللي انت حباها زي سوسيز، لحمه بارده، عندك فراخ صدري فرخه تقطعيها وتحطيها عليها مفيش مشكله، بس انا حابب تبقى البيتزا بطعم الارنبيط تبقى لطيفه وجميله. طبعا عجينه البيتزا انا دايما في ساعات بعجنها مع حضراتكم، وفي ساعات انا بطلع بيها هي جاهزه وزي الفل متخمره. أنا عايز المرة دي العجينة بتاعتي متخمرة وخدت حقها في التخمير بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده كده زي الفل. العجينة هي بتتكلم مصري، شوفوا العجينة الحلوة اللطيفة، نقطعها بالسكينة ونعرف تفاصيلها مع بعض أهي. مراحل التخمير، العجينة طالما فتحت معاك شفت العجينة عاملة إزاي؟ أهي بسكوت أهي. العجينة جاهزة يعني، دي عجينة البيتزا. تعالوا نشوف الأرنبيط هنتعامل معاه إزاي. هنفرد العجينه بتاعتنا وندخلها الفرن في صينيه، دي رقم واحد. ادي الصينيه معانا، وهنفرد العجينه بالراحه كده مع بعض بحجم الصينيه بالشكل ده كده. عايزاها سميكه اهلا وسهلا، مش عايزاها سميكه حسب ما انت حابه. العجينه طالما اتخمرت بتتفرد معاكي بسهوله، خلي بالك انا من الناس اللي بيحبوا عجينه البيتزا السميكه، بس ما باكلش قلبها، باكل القلب الاطراف بتاعتها، بتبقى مقرمشه ولطيفه وجميله.
وبشيل القلب وباكل اللي ايه البيتزا وتبقى محمره ومقرمشه وزي الفل. ادي العجينه انا فردتها بالشكل ده كده تقريبا على قد الصينيه بالظبط. هنجيب سكينه كده ونقطعها. اللهم صل على النبي. نحطها كده ناخد المقاس من بره. شفت انا باخد المقاس ازاي؟ ها واخدها بعد كده زي الفل. العجينه دي ما ترماش، ممكن تعملي بيها شويه فطاير، تستخدميها في استخدامات اخرى مفيش اي مشكله. هنخليها على جنب قوي ترميها، خليه ممكن تعمليها بيتزا للاولاد بالجبنه، ممكن تعمليها فطاير، ممكن تعمليها رغيف حواوشي. ادي العجينه جاهزه معايا، بحط في الصينيه دي شويه زيت زيتون. ليه تركايه كده في عمل البيتزا دي علشان تبقى لطيفه وجميله، ده زيت زيتون في الارضيه، الموضوع هنا مختلف، شويه زعتر في الارضيه. ركزي معايا بقى عشان بنعمل شويه شغل حلوين النهارده كده. انا بعمل ارنبيط، السماء بيحب الارنبيط، السماء ده اللي بنستخدمه في سلطه الفتوش. هنحطه هنا كده وناخد العجينه بتاعتي دي كده زي ما هي، افردت هنا حلو قوي، واجهزها واحضرها كده، واجي في النص كده بدخلها الفرن على بنجهز موضوع الارنبيط ده، نشوف ازاي هنعمله مع بعض. حلو الكلام. لا مش هاتينها بيض، انا مش بعمل رغيف حواوشي. خرجنا بيقول لي نتينها بيض، لا زي ما هي كده. ممكن نحط شويه زيت زيتون على الوش كده تبقى لطيفه وجميله. يلا بينا ندخلها الفرن. يلا بينا. في ارضيه الفرن دي بتتحط، نبص عليها كده، عجينه البيتزا بعد ما عملناها فردناها في الصينيه مع زيت زيتون، فردناها بنفس الحجم بتاع الصينيه اللي انت بتعملي فيها. وبعد كده هنساوي العجينه دي تقريبا ثلاث ارباع سوا، مفيش اي لو استوت منك بالكامل مفيش مشكله، انا اهم حاجه عندي العجينه تستوي كويس. نقفل الفرن بتاعنا، يلا بينا نجيب الارنبيط الحلو الجميل. مش هيتسلق، مش هيتقلي، مش هيتشوي. وناخد الارنبيط الحلو ده كده، اللهم صل على النبي، في الكبه حلو. نبدا نضربه ضربه كده يبقى خشن شويه معايا. كمان شويه زي الفل. ده اللي انا عايزه بالشكل ده كده، اللي هنضربه نخليه على جنب، انا عايز الكميه كلها. هعمل صينية أرنبيط حلوة. الله، آخد شوية دول، نفس القصة. هيبقى معاك عامل الشكل زي البقسماط كده أهو. شفت الأرنبيط عامل إزاي؟ الشكل ده كده. انا عايزه يبقى خشن مش عايزه ناعم، فعشان كده حريص مش عايز اشغل المكنه مره واحده وانساها. هعملها بايه؟ بحنيه اهو. تمام، خدنا دول كمان حلو، دول كفاية حلوين. هناخد الأرنبيط ده كده بعد ما فرمناه
وبقى خشن معاه بالشكل ده كده ابدا ايه اطعمه. مشاكلنا مع الارنبيط يا شيف مغازي الانتفاخ، مشاكل الكولون اللي بتواجهنا. يعني ايه؟ انا شخصيا لما باكل ارنبيط، سواء عندك الكولون ما عندكش الكولون، هو بيقلب الكولون وبيقلق الكولون. هنحط شويه بابريكا، شويه كمون عشان مشاكل الارنبيط بيحلها الكمون وبيعالجها الكمون، لازم الكمون يكون مطحون فريش وطازه. حطيت البابريكا غيرت من لون الارنبيط، شفت الشقاوه دي؟ اه. كمان شويه الفلفل الاسود في طريقي، حلو، ونقلبهم كده. سنه شبت صغيره بتعالج مشاكل الكولون مع الارنبيط كده. انا بدلع الارنبيط، بهيئه على العجينه بتاعتي ما تستوي. معانا في المقادير جبنه موزاريلا، باخد شويه منها بحطهم على الارنبيط جواه. معايا عود روزماري قابلني في الطريق، باخد منه شويه واحطه مع الارنبيط كده. الاولاد واسرتك وانت كمان هتتبهري من طعم الارنبيط، بقى طعم تاني خالص بالشكل ده كده. تمام، هنخليه على جنب لغايه لما العجينه بتاعتي تستوي. معايا الصلصه بتاعت البيتزا، كلنا عارفينها بتتعمل ازاي. نبص عليها كده واحنا واقفين هنا. بتجيبي طماطم مع ثوم مع بصل مع شويه زعتر، بتشوحيهم على النار. ممكن تحطي نوع من المكسرات، ممكن فول سوداني، ممكن عين جمل، ممكن لوز. انا بحب دايما اطحن مكسرات مع صوص الطماطم. ليه يا عم الشيف؟ عشان بتدي لها قوام وبتدي لها كمان قيمه غذائيه عاليه جدا، بما ان الاولاد بيحبوا البيتزا. صوص طماطم معايا جاهز وزي الفل، بخليه هنا كده على جنب. ونخش على اللي بعده، لان انا مش هقدر اشتغل في عجينه البيتزا او ان انا اكمل البيتزا الا لما العجينه بتاعتي اللي انا حطيتها في الفرن تستوي. نبص عليها بس عشان حبايبنا اللي متابعينا. اهي العجينه في الفرن. العجينه في الفرن لازم تستوي، وانا حطيتها في ارضيه الفرن، ولازم تقرمش من تحت وتتحمر من تحت. بنزل الخطوات اللي هي النظري. الارنبيط ده بحطه، بعمل الصلصه بتاعت البيتزا التوبنج العادي، وبحط الارنبيط ده على الوش، وابدا ان انا ارص شويه خضار حلوين زي دول كده اهو كالعاده، كده بتعملي بيتزا عاديه خالص، اللي هو الفلفل مع بصل، عايزه تحط مشروب حطي، عايزه تحط سبانخ حطي، وفي الاخر بنحط الجبنه الموزاريلا مخلوطه بشويه حليب وشويه بيض، ونحطها على الوش وندخلها الفرن. ده نظري، هنشوفه عملي بعد دقائق معدوده. حبيت تطلعوا فاصل ونخش على الفراخ حبيبي. طيب انا معايا نوع فراخ النهارده بسيط وسهل. الفراخ دي بالكريمه والزبده والكريمه والزيتون. بتبقى شويه الوايت صوص بتاع الفراخ مع الزيتون. ازاي اصنع وايت صوص لطيف وجميل يلعب دورين؟ دور شوربه الوايت صوص او شوربه المشروب بالكريمه مع الدجاج، والدور الثاني ازاي اكل فراخ طريه طعم الكريمه والزيتون. الكلام ده هنشوفه بعد الفاصل، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. مع هنعمل طبق فراخ النهارده بمدرسه مختلفه خالص. دي صدور فراخ، معانا قرن فلفل، معانا شرايح الليمون اللي معانا دي كده. تعالوا نشوف هنعمل الفراخ دي النهارده ازاي بالكريمه والزيتون. بس دول المقادير، حلو الكلام. معانا بصله، معانا تومه، معانا طاسه حلوه على النار بتسخن. معانا في المقادير معلقتين من النشا صغيرين. تعالوا نشوف نعمل الفراخ دي مع بعض ازاي. هنقطع الفراخ مكعبات، بالشكل ده كده. الأطفال اللي ما بياكلوش الفراخ غير شاورما
هناكلها لكم النهارده بطعم تاني خالص. الفراخ ما تتغسلش بعد التقطيع، قطعتيها بالشكل ده كده حذاري انك تحطيها تحت ميه وتغسليها خالص. تغسلي صدور الفراخ وهي سليمه. اه الفراخ كده جاهزه تمام زي الفل. هناخدها بالشكل ده كده في الكسرولة دي. حلو. ونحط شوية النشا دول عليها. نحط على النشا ده شوية ليمون. والمقادير على الشاشة. نقول ازاي نعمل فراخ بالكريمة والزيتون. فراخ زيتون أخضر أو أسود حسب الرغبة. نحط الاتنين مفيش مشكلة. معانا زبدة ومعانا توم ومعانا بصلة ناعمة. حلو الكلام. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. هناخد البصل اللي معانا ده كده، فص التوم الناعم الحلو ده كده، الزبدة دي معانا هي اللي بتعمله ده يا شيف. واحدة واحدة كده اهو. نمسك الفراخ كده بالليمون بالزبدة بالنشا. طاسة شديدة الحرارة على النار، عصير ليمون مع النشا مع الزبدة زي الفل. هناخد الفراخ دي يا عم الشيف زي ما هي كده. معانا شوية الزعتر الحلوين هنا. معانا معلية زيت زيتون لطيفة. حاجة سريعة كده ولطيفة وجميلة بمدرسة تانية خالص. ادي زعتر يسبقني مباشرة. انزل بالفراخ. الله. مخرجنا بقى الشاطر اللي دايما بينكشني علشان اقول المعلومه، قال لي طب ما حطيتش الزعتر على الفراخ ليه وريحت راسك؟ هو ده الكلام. ان انا احط الزعتر مع زيت الزيتون ويسبق الفراخ بثواني معدوده، انا باخد طعم الزعتر مع زيت الزيتون. لما لو حطيت الزعتر هنا المدرسه بقى، حطيت الزعتر وقلبته مع الفراخ، هنا مش هاخد نفس الطعم اللي انا عايزه. الزعتر لما بينزل على زيت زيتون شديد الحراره بيديني الريحه الحلوه اللي انا شاممها دلوقتي. اي زفره في الفراخ بقى انسيها. هنا اسيب الفراخ على النار بالشكل ده كده مع الزبده مع النشا واسيبها تستوي. طب ليه حطيت الزبده يا عم الشيف مع النشا والفراخ؟ عشان تديني القوام الحلو اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. معايا في المقادير كريمه لباني. شفت الفراخ ما خدتش وقت خالص. ومعايا زيتون. ادي الكريمه اللباني والزيتون. الزيتون هنا نوعين، اخضر واسود. هننزل بشويه اسود كده شرايح وشويه زيتون اخضر، ونخلي الباقي للبيتزا. نقلب ده كده. الله. النشا بيخلي لك الفراخ دي كريسبي، لها طعم، لها قرشه كده تحت السنان. بسيب الفراخ تستوي بالشكل ده كده. ببهرها بشويه فلفل اسود. شويه البابريكا. الفراخ بتحب الكركم، بنحط شويه صغيرين. نقلب كده. نعم يا غالي. الملح عينيا. نظبط الملح. يا سلام على التركيز. اهو خد الطعم. الفراخ تتشوح على النار بتاخد لون، ما خدتش وقت. يمكن لو دخلت المطبخ تعملي شاي تطولي اكتر من عمل الفراخ دي. اهو ننزل بالكريمه اللباني بتاعتنا. ننزل بشويه البقدونس الحلوين. حلو. اخبار العجينة ايه؟ يا دلعك يا دلعك. هو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصلي على العجينة مخرجنا الجميل. شوف شكل العجينة اللطيف الحلو ده كده. اخبار الفراخ ايه؟
الله. خلصت الفراخ معايا، بنزل بشويه صوص طماطم عليها، شفت الفراخ خدت لون حلو ازاي مع الزيتون مع الكريمه. سيبها على النار بقى تغلي شويه كده نار هاديه، ونكمل موضوع البيتزا بتاعتنا مع العجينه اللي اتحمرت وبقى لونها لطيف وجميل مقرمشه، لان معانا قرنبيط. احنا الطبيعي القرنبيط المقلي بناكل منه كميه كبيره حلوه ونقعد نفرح بالقرمشه وناكل منه، انما قرنبيط بالشكل ده كده والطعم بتاعه ده كده وخاصه هو مش مستوي هنتعامل معاه ازاي؟ هناخد القرنبيط بتاعنا مع صلصه البيتزا اللطيفه الحلوه، سامع الصوت ده كده؟ دي العجينة. حلو؟ نوزع صوص الطماطم ده كده على وش البيتزا، خلي الأطراف من غير صوص طماطم. بنحط القرنبيط بتاعنا هنا، الاولاد ما يعرفوش ايه ده. شفت بقى الشقاوة؟ هو ده اهو. كمان شويه القرنبيط ده عليه جبنه، وجود الجبنه الموزاريلا عشان ما تفكريش دلوقتي تقولي ان هي ايه وانا بغرف العلاط، لا الجبنه الموزاريلا هتثبت القرنبيط. كمان شويه، كمان شويه اهو. حلو قوي، نشيل الفراخ دي من النار. معانا الخضره، بصل، ايه الحلاوه دي يا عم شيف؟ اوعى تقولي للاولاد انا عامله قرنبيط النهارده خالص، انا عامله لكم بيتزا. بعد ما ياكلوا ويقولوا لك تسلم ايدك يا ماما، اقول لهم على فكره البيتزا اللي اكلتوها دي بيتزا بالقرنبيط. وجربي الفكرة، والله اتبسطت بيها هتكرريها مرة واثنين وثلاثة. عجبت ولادك تبقي انت ما خسرتيش حاجة، عملت فكرة حلوة. اللي مش عايز قرنبيط هيشيل القرنبيط من قلب القطعة بتاعته وياكل البيتزا بتاعته لطيفة زي الفل، العجينة الحلوة اللي احنا عملناها. بالشكل ده كده خضار، معانا شوية زيتون على الوش برضه اهوت. لسه في مرحلة تانية، هدخل البيتزا دي الفرن وهنرجع تاني نطلعها مع بعض. خلي بالكم مش هنزل بالجبنة ولا بالحليب إلا لما إيه الخضار ده يستوي. رشة زعتر حلوة على البيتزا، تعالى دي مهمة جدا. دخلها الفرن مع بعض، مكانها على الشبكة في نص الفرن، عينية البيتزا ناخدها ندخلها الفرن. خلي بالك دي سخنه. الله، الخضار بتاعنا ده يستوي. شفت الحلاوه دي كده؟ بص على الخضار في قلب الفرن، ايه الحلاوه، ايه الصوره الجميله دي؟ دي بيتزا القرنبيط. هنقفل الفرن بتاعنا ونسيب الخضار يستوي. يبقى البيتزا دي هتتعمل على ثلاث مراحل. المرحله الاولى العجينه استوت، نزلنا بتشكيله الخضار اللي انت حباها، دي مهمه جدا على فكره. هنسوي الخضار، بعد كده هتطلع هنكونوا مجهزين الجبنه الموزاريلا مخلوطه بحليب وبيض، والبيض اختياري هنا اللي ده قلت حبه بيض فيها، وتحطهم على الوش تاخد اللون الكريسبي او لون البيتزا اللي احنا متعودين عليه، عشان لما تتحط قدام ولادنا يعرفوا ان دي بيتزا. ولكن عجبني قوي كمان الصوص الجميل الحلو، الفراخ بالكريمه والزيتون، معلقه النشا عامله قوام مع كريمه لباني وزيتون. في الاخر هنا بتاخد غلوه على النار، بنقدمها لحضراتكم عدلها طبق رز ابيض
طبق مكرونة زي ما انت حابة، ولكن هنرجع بعد الفاصل هنشوف السبانخ مع قدوم الشتاء وخير الشتاء وخضروات الشتاء. هنعملها النهاردة سلطة لطيفة جميلة بأفكار بسيطة وسهلة. أو تروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم للفراخ الجميلة اللطيفة الحلوة. نبص عليها كده، ده اللي عالي بالله عليك يا مخرجنا يا جميل. فراخ مع الزيتون مع الكريمة اللباني. أنا بقى عاشق للوايت صوص ده، أو لون طعم الفراخ مع الزبدة والكريمة والزيتون. نغرفها كده مع بعض. ألف هنا وشفا. عدلها يا عم الشيف شوية رز أبيض. طبعا اللي مش حاضر معانا من البداية هيقول دي فراخ بالكاري على طول. الشيف النهاردة عامل لنا دجاج بالكاري، ده ما فيهوش طعم الكاري نهائيا. دي زبدة وزيتون وشوية حب. هنخلي الفراخ هنا كده. وهنطلع البيتزا بتاعتنا من الفرن نشوف اخبارها ايه عشان نكمل اخر خطوه فيها. معانا جبنه موزاريلا ومعانا حليب. بص على شكل البيتزا. الله عليك يا عم الشيف. عندي شويه حليب وعندي جبنه موزاريلا. بجيب كسروله صغيره كده. حط الجبن الموزاريلا هنا كده، حط عليه شويه الحليب دول، وبالمعلقه بوزع الجبنه المخلوطه بالحليب. بالشكل ده كده. مخرجنا بقى هيقول لي ليه حطيت حليب على الجبنه. هو ده الكلام وده السؤال اللي احنا نجاوب عليه في وقته. ان انا احط حليب على الجبنه الموزاريلا بيطول من عمرها لما ادخلها الفرن، ما بيخليهاش تتحرق، بيخلي لي الجبنه شكلها مطاطي وزي الفل، ما تقطبش معانا بالشكل ده كده. دخلها الفرن على الشبكه بتاعه الفرن تاخد لون. ألف هنا وشفا اللي ياكل منه. نبص عليها. يلا حلو، تعالوا مع بعض نشوف هنعمل السبانخ ازاي. أنا عامل سبانخ النهاردة سلطة لطيفة وجميلة بدبس الرمان مع تومة، هتعجب حضراتكم. الأولاد مش بيحبوا السبانخ، بس جربي معاهم تعمليها لهم مرة سلطة مع دبس رمان، هتاخد فليفر وطعم جديد. والسبانخ قيمتها الغذائية عالية جداً، ما نقدرش كمان ان احنا نستخدمها كتير في قلب المطبخ، سواء نعملها في حشوات بيتزا، سواء نعملها سلطه، سواء نعملها نوع خضار سوتيه مع فراخ مشويه مع لحمه مشويه حسب الرغبه. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. والمقادير على الشاشه. معانا سبانخ، زيت زيتون، معانا توم، معانا بصل، ودبس الرمان، وعصير ليمون. خلصت المقادير، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. باخد البصلايه الحلوه دي كده، معانا عروق بصل اخضر. شوف السلطه دي وجمالها بقى اهو. بصلايه شرايح، معانا البصل الاخضر ده كده، هناخد الاثنين مع بعض عليهم فص توم حلو. ده طبق سلطة هيعجبك قوي. بننزل بوم هنا كده مع زيت زيتون. زودي زيت الزيتون مفيش مشكلة. ناخد الخضار مع البصل مع الثوم ونسيبهم على النار. حلو الكلام؟ يلا. أهم حاجة عند السبانخ هنا تاخد الطعم بتاع البصل مع التومة بالشكل الحلو. نقلب ده كده.
دايما لما نعمل سلطات فيها بصل مستوي ايا كان او توم ما تقرصيش عليهم في السوى. ما ينفعش نحمر البصلايه واحنا هنعملها سلطه، انا عايزها كده تبقى لطيفه وجميله ومش واخده لون. حلو الكلام، نقلب دول كده مع بعض. معانا السبانخ اللطيفة الحلوة زي ما هي كده، ننزل بيها في قلب الحلة. أنا هنا عايز يبقى لونها أخضر وحلو، أقوم أعمل إيه يا عم الشيف؟ رشة ملح عليها بالشكل ده كده، وما تنسيش إنك أنت حاطة ملح، وأغطيها وهنتفرج عليها بعد ما نغطيها. وحذاري يا ست الكل تحط عصير ليمون على السبانخ وهي في النار. يلا نطلع البيتزا مع بعض جاهزة. الله، بص عليها زي ما تحب. يلا يا برنس اهيت. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ البيتزا بتاعتي. يلا، شفت الجبنة لونها حلو ازاي؟ عندك البيتزا فيها كل العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم. الأرنبيط يا اخوانا قيمته الغذائية عالية جدا، وأحسن من البروكلي في الطعم. بروكلي سعره غالي، حتة قد كده بتعمل مبلغ وقدره. الأرنبيط في السوق دلوقتي بغرق السوق، والأرنبيط بتاع خير أرضنا اللطيف الجميل الحلو ده مش هتلاقي طعمه في أي مكان تاني، فإنك تستخدميه في حاجات كتيرة ده مطلوب. تعمليه مع البيتزا، تعمليه مقلي، تعملي برجر مع عدس اسمر، تعملي ارنبيط جلاتان بالبشاميل، تعملي مقلوبه بالارنبيط. شفتوا بقى رايحين فين بقى؟ رايحين في سكه تانية خالص. شفتوا السبانخ عملت ايه؟ اول ما شمت النار اهم حاجه انك تقلبيها كده. دي السبانخ ما تقعدش في النار كتير. لونها اخضر ليه؟ لان انا حطيت عليها ملح مع بخار البصل والزيت والثوم. حلوه. عندنا دبس الرمان. الله على السلطه دي. اوعى تحطي ملح، دايما بتسيب الملح لاخر حاجه، انا حطيت الملح المره دي اول حاجه. نشيلها من النار. معانا عصير ليمون. السبانخ عدوها عصير الليمون وحبيبها عصير الليمون. حلو الكلام. ازاي عم الشيف عدوها وحبيبها؟ عدوها في حاله لما نحط عصير الليمون على السبانخ وهي في النار، بيطفيها، بيقفل نفسها، بيخليها سودة. حلو. وحبيبها لما السبانخ تبرد خالص ونبدا نحط عليها عصير الليمون اللي احنا حابينه، هتخضر ويبقى لونها لطيف وجميل، بدل ما تاكلي معلقه تاكلي ثلاثه واربعه. حلو الكلام. تعال نغرف السبانخ دي مع بعض. يلا بينا، بما ان هي سلطه نغرفها في الطبق الحلو ده كده. ونعمل ايه؟ معانا شويه خضار حلوين باقيين من البيتزا، ممكن نجرنش الطبق بتاعنا ده بالخضره دي. الله على السلطه دي. نعم يا غالي، ممكن حابب تاكلها سخنه؟ اهلا وسهلا. تاكلها نوع مقبلات كده بارد؟ اهلا وسهلا، اختياري. اخواننا السوريين واللبنانيين بياكلوها بارده مع دبس الرمان وزيت الزيتون، ويتقدم معاها الفجل الاحمر، تبقى لطيفه وحلوه. تعالوا نجرنش الطبق ده كده ونسله جنبه الخضار اللي عندنا ده كده، ما يترميش. انا معانا شويه فلفل، معانا شويه بصل، بما ان هي طبق سلطه، انما لو نقدمها سخنه ما ينفعش ان احنا نقدم الجرنش بتاعها ده. ومخرجنا الجميل بيحب الصوره الحلوه بالالوان الحلوه كمان يدلع. شفت يا ودايما طبق السلطه
لوحة فنية انت تقدري تبهري ضيوفك بيه. ده بصل بالشكل ده كده، الف انا وشايفها اتغير الشكل، ولادك هيقعدوا السفرة لازم يسألوا ايه ده يا ماما، دي سبانخ. هما متعودين يشوفوا السبانخ بالطماطم بتعمليها، تعمليها باللحمة، تقدر تعمليها جراتان زي ما انت حابة. مطبخنا النهاردة على الشاشة قدام حضراتكم تفاصيله كتير، في خبرة طهوية، في أفكار، ولكن المقادير في متناول الجميع. هو صدر فرخة عملنا منه جات أو سرفيس حلو مع البينك صوص أو الوايت صوص أو الريد صوص بالكريمة والزيتون. عملنا بيتزا حلوة جميلة فيها تفاصيل كتيرة، فيها الأرنبيط بشكل تاني خالص، هيبهر ولادك ويبهر ضيوفك لما ناكلوا معجنة بيتزا مستوية جميلة زي الفل، ومعاها طبعا تشكيلة من الخضار والزيتون والجبنة الموزاريلا. أما الطبق السلطة الحلو اللي هو لوحة فنية ده بس السبانخ دي تبرد مع دبس الرمان، هتلاقي الدبس الرمان تعايش مع الخضار بألف هنا وشفا على السفرة بتاعتنا. طبعا مهم جدا في أيام الشتاء خضروات كتيرة، فنركز عليها شوية. في الأرنبيط، في عندنا الكرنب حشو، عندنا الخس البلدي، عندنا كل أنواع الخضار في الشتاء بتزدهر وبتبقى لطيفة وحلوة، تبقى عند الراجل بتاع الخضار تشد الأنظار، دي نعمة ربنا علينا. رؤية فن إبداع بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.